ازيكم؟ من فترة عملت فيديو على بتكلم فيه على ليه أنا مش بخاف من التقدم في العمر، واتكلمت على بعض النقاط اللي حسيت إنها حاجة كويسة. كل ما بكبر في العمر كل ما بكتسب أمور معينة. هحط لكم الفيديو ده تحت في الديسكريبشن بوكس وفوق في المعلومات الزيادة بحيث إن انتوا ممكن تطلعوا عليه. طبعا بعد الفيديو ده جات لي بعض الرسائل اللطيفة الجميلة من سيدات حاسين قد ايه الفيديو كان مهم وجه في وقته وغير نظرتهم لموضوع التقدم في العمر بشكل عام. لكن جات لي رسالة، وحتى كمان يعني تواصلت مع السيدة اللطيفة اللي بعتت لي الرسالة انها حاسة انها بتمر بأزمة منتصف العمر، وده خلاني ادور شوية على المصطلح ده. فلقيت بقى ان في أزمة منتصف العمر وفي كمان أزمة ربع العمر ودول عادة بيبقوا الناس اللي عندهم من 22 سنة ل 25 سنة. وابتديت ادور اكتر واكتر في الموضوع ده، ولقيت انه موضوع كبير ومعمول عنه ابحاث حتى من زمان، وابحاث تخص الستات وابحاث تخص الرجاله. فالنهارده انا عايزه اركز شويه على ازمه منتصف العمر بالنسبه للسيدات. عاده ازمه منتصف العمر بتبقى في حدود من 40 لـ50، فيها بعض الاعراض، الناس بتحس ان هم في ازمه، حتى بالانجليزي اسمها كرايسيس يعني كارثه. ليه انا قسمتها للستات لوحدهم وللرجاله لوحدهم؟ لان بالنسبه للستات في عامل مهم جدا جدا، وهو فتره ما قبل انقطاع الطمس اللي بتبقى مليانه لخبطه هرمونات كتير قوي. ومن القراءات اللي قريتها ومن استعاده الحوارات اللي دارت بيني وبين سيدات في المرحله العمريه دي، سواء من كذا سنة أو في الوقت القريب، لقيت إن إحنا في الفترة دي بنمر ببعض التغيرات، خاصة في الطريقة اللي بنفكر بيها. يعني مثلا تلاقي إن في الفترة دي نوع من عدم الرضا بشكل عام عن حياتنا وبدون وجود سبب محدد. علشان كده حتى بيبقى صعب لما بنيجي نتكلم مع الاخرين، انتي زعلانه ليه؟ انتي متضايقه ليه؟ ما حياتك كلها مستقره، ما حياتك كلها كويسه، مفيش سبب مقنع يخليكي تزعلي وتتضايقي. ومع ذلك برضو بيبقى في هذه الحاله من عدم الرضا. وعدم الرضا مش عايزة اخدها بالشكل الديني، ان احنا مش راضيين، مش عاجبنا حالنا، في نوع كده من يعني احساس داخلي كده، لا في حاجة اكتر من كده، او في حاجة مش مظبوطة بس انا مش عارفة ايه هي بالظبط. وده مش من يعني البطر النعمة. احيانا بنفكر نفسنا كتير جدا جدا وبندخل في الامتنان، والامتنان وتقدير النعمه ده من الحاجات اللي انا بركز عليها قوي قوي قوي، لان فوائدها كتير قوي قوي قوي. والهدوء والسلامه النفسيه اللي بتنتج عن الشعور بالامتنان والرضا والحمد والشكر، احساس حلو قوي قوي قوي. بس مع ذلك لسه برضه بيبقى فيه الحته دي جوانا، في حاجه تعباني، انا مش راضي بس مش عارف ايه هي، او مش عارفه ايه هي. بما اننا بنتكلم على السيدات، الحاجه التانيه كمان ان التعديلات البسيطه ما عادتش كافيه، ان اعدل طريقه شكلي، اروح اقص شعري، اغير شويه من اسلوب لبسي، اغير في البيت اللي حواليا، اخرج اكتر، اسافر، ممكن اعمل الامور دي وتديني كده بوست شويه. لكن اجي في مرحله لا ما لا في حاجه مش مظبوطه، يعني لسه برضو، او الحاجات دي بعد شويه تفقد زهوتها. المرحلة اللي بعدها بقى بنبتدي نتشكك بقى في كل الأمور،
نبتدي نقول الله، طب انا مهمتي ايه في الحياة؟ انا ليه بعمل الامور بالشكل ده؟ انا ليه بسير حياتي بالشكل ده؟ هو ليه الدنيا من حواليا بالشكل ده؟ بيبقى كمان في احساس بعدم الرضا، ما عادش كمان على الامور اللي تخصني بس، لا ده بقى كمان على الامور اللي حواليا. نبتدي بقى بعد كده نخش بقى ايه، اعمق شوية بقى، نبتدي تفكير اعمق شوية، ونبتدي نفكر شوية في الجروح القديمة، في المشاكل القديمة، في الحاجات. تبص تلاقي ممكن يعني سيدات يفتكروا حاجات حصلت لهم من هما لسه صغيرين، فبندخل بقى ديبر، يعني بننزل بعمق شوية. لما يبتدي بقى التفكير العميق ده، نبتدي في مرحلة التحول الحقيقي، كما لو اننا زي دودة الأز اللي بتدخل في الشرنقة وتحبس نفسها في الشرنقة وتتحول عشان تطلع هذه الفراشة الجميلة الحلوة. المرحلة دي مرحلة حرجة جدا جدا، لأن احنا ممكن نطلع من الشرنقة فراشة جميلة حلوة رائعة، أو نطلع من الشرنقة يعني كائن كده مليان مرارة، وبدل ما ينشر السعادة والهدوء حواليه، لا ده بينشر يعني أمور أخرى أوحش. فليه اللخبطة دي كلها؟ وده خلاني دورت شوية على ايه التغيرات الجسدية اللي بنمر بيها في الفترة دي. وانا مش دكتورة، وانا مش هدي نصيحة طبية، ولكن انا هتكلم على التجربة اللي انا داخلة فيها وتجارب السيدات اللي اتكلمت معاهم، ان الفترة دي بيبقى فيها تغيرات هرمونية كتيرة قوي قوي في اجسامنا، وممكن ناس يجيلها اكتئاب كمان في الفترة دي. بس الاكتئاب مش الاكتئاب المرضي، هو بيبقى اكتئاب عادة مصاحب هذه التغيرات الجسدية اللي عمالة بتحصل في جسمنا. من ضمن الحاجات مثلا ان نمط النوم بيتغير، وده شيء لقيته مصاحب للفترة دي، وسيدات كتيرة قوي تشتكي، يا اما انها كانت بتنام كويس وبقت بتنام اكتر، او كانت بتنام كويس وبقت بتنام اقل، او ان فترات النوم يعني ممكن في النهاية تنام 8 ساعات ولكن على تقطع وعلى مواعيد مش منتظمة. ف يعني دايما دايما التغيرات الجسدية اللي بتحصل في أجسادنا بتنعكس على إحساسنا الإيموشنال أو نفسيتنا. وإحنا طبعا للأسف لأن ما عندناش برضو ثقافة، وثقافتنا زي الببغاوات بنستمع بودنا وبس، فما بنقراش. مين فينا فكرت إن هي تروح تجيب كتاب عن الفترة دي؟ والكتب موجودة على فكرة، وتقرأ وتستعد زي كده لما كنا بنبقى حوامل ونقعد نجيب كتب علشان نستعد لمرحلة الحمل والولادة والتربية والكلام ده كله. برضو لما نكبر محتاجين ان احنا نجيب كتب ونقرأ ونعرف ايه المرحلة اللي احنا داخلين عليها، وايه التغيرات اللي هتحصل في اجسامنا، وبالتالي ايه التغيرات اللي مفروض ان احنا نعملها كمان في نمط حياتنا. الحاجة التانية كمان اللي فكرت فيها، ان لما بنكون صغيرين ونتسأل انت عايز تطلع ايه لما تكبر، بيبقى عندنا احلام وطموحات، وانا عايز اشتغل وعايز، او مثلا للستات بقى للبنات، انا عايز اشتغل وعايز اتجوز راجل شكله كذا وكذا وكذا، واعيش في بيت شكله كذا، واخلف ولاد شكلهم كذا، وابقى ام شكلي كذا، واقعد احلم. عادة في المرحلة دي من سن 40 للـ50 بنبقى حققنا حوالي 90% من الأحلام اللي كنا بنحلم بيها، لكن للأسف احنا دايما يعني تخطيطنا، ويمكن ليه أنا دايما أركز على التخطيط الاستراتيجي الشخصي، وإنها حاجة لازم نعملها يعني على مدار حياتنا اكتر من مرة، كل ما نيجي ندخل مرحلة جديدة، لان احنا واحنا صغننين بيبقى عندنا خطة استراتيجية لحياتنا،
سي مثلا لقرب الثلاثينات بالنسبة للستات ده طبعا، واحنا بنانيت صغيرين بنفكر اني عايزة اتجوز وعايزة يبقى لي بيت اللطيف ويبقى اسرتي شكلها كذا واخرج في الحتة الفلانية، وحتى في ناس كمان بتقعد تحلم هتصيف فين وهتعمل ايه والكلام ده كله. لكن بنوصل للمرحلة دي وننخرط في حياتنا وما نخططش للمرحلة اللي بعد كده، فاجي الله طب ده انا حققت كل حاجة او سيمي حققت كل حاجة، واتس نيكست، ايه اللي بعد كده؟ مفيش عندي خطة، مفيش عندي هدف، ما عنديش حاجة اصحى من النوم عشان اسعى ليها وعشان احققها. وكانوا سألوا مجموعة، يعني في انا قريت كتير قوي على اليهود اللي كانوا في وقت النازية أيام هتلر، واتحطوا في المعسكرات ومعسكرات الإبادة الجماعية والكلام ده. ففي منهم ناس يعني نجحت في إنها تهرب من الوضع القميء ده. فدايما تحس إن كل واحد فيهم من الناس اللي قدرت تهرب، وفي منهم ناس نجحت وطبعا حققوا مكاسب رهيبة جدا جدا وبقوا أسماء لامعة حتى احنا عارفينها، دايما كان بيبقى عندهم هدف، دايما بيبقى شايف ان في حاجة يصحى بكرة عشان يحققها او عشان ياخد خطوة يقرب منها. فأكتر حاجة تقود حافزنا الداخلي ان ما يبقى لناش هدف نصحى علشانه. فبنيجي للمرحلة دي، طيب أنا يعني ولادي كبرتهم، ولادي دخلوا بقى في مرحلة إن هم بيبنوا حياتهم، ما عادش في حد معتمد عليا كمان. هي دي المشكلة، إن احنا أحيانا بنفكر إن اعتماد الآخرين علينا هو ده قيمتنا، اني اقوم اجهز لده الفطار واغسل لده الغسيل واعمل اكنس واطبخ واعمل مش عارف ايه، هو ده قيمتي في الحياة. فما بنعرفش نعمل لانفسنا قيمة ابعد من اعتماد الاخرين علينا. فاللي بيحصل ان احنا بنربي اولاد معتمدين علينا اعتماد تام علشان ما يجيش في لحظة من اللحظات ونحس انهم بيبعدوا. وتبص تلاقي الام مش بتربي ولادها انهم يعتمدوا على نفسهم، فيطلعوا كائنات عرجاء مش قادرين يقفوا على نفسهم، عندهم ريش بس مش عارفين يطيروا. فنبقى فشلنا في رسالتنا كأمهات، وفي نفس الوقت ولادنا برضو احيانا بيطيروا برضو، او في اغلب الاحيان بيطيروا وبيعملوا حياة بعيدة عننا، وبيبقى عنده أسرته وبيبقى عنده زوجته وبيبقى عنده بيته وبيبقى عنده الكلام ده. فنبتدي نخش كمان صراع ان احنا عايزين يكون لنا دور ومكانة في الحياة دي، ومش بس دور ومكانة، لا ده يعني يبقى لي انا الكلمة. تلاقي حموات كتيرة جدا بتتدخل في حياة اولادها وبناتها عشان مش عايزة تحس ان هي بقت حياتها فاضية خلاص. في الفترة دي بقى كمان مع اللخبطة الجسدية، مع ان انا حققت احلامي، او في بقى سيناريو تاني ان انا ما حققتش كل احلامي وبحس اني بكبر وبوصل لسن ايه ده، 40، 41، 42، 43، وانا ما حققتش احلامي. فتبتدي بقى كل الاحلام القديمة اللي هي ممكن تتحول لجروح عشان ما حققتهاش. ما هو لو حلمه حققته بقى انتصار وانجاز، لكن لو حلمه ما حققتوش بقى حاجه كده يعني ايه، شوكه في قلبي قاعده عماله بتوجعني، ايه ده، ده انا ضيعت عمري. وتبتدي السيدات يندموا حتى كمان على الدور اللي لعبوه في حياه اسرهم. انا سبت شغلي، كان ممكن اكون بشتغل، كان ممكن ابقى مديره. ولو في حياتها سيدات حققوا بعض الأحلام اللي هي كانت بتحلم بيها، تبتدي تحس من جواها كمان بمشكلة كبيرة جدا جدا. ما هم دول يعني مفروض انهم ستات زيي، ليه أنا ما نجحتش وهم اللي نجحوا والكلام ده كله. ويبتدي يبقى فيه يعني حالة من ايه ده، العمر ضاع، الوقت عدى. فبنبتدي
فلما نوصل للمرحلة دي فنفكر نقول ماذا بعد. في شريحة كبيرة جدا جدا من الناس في المجتمعات الشرق أوسطية يبتدوا بقى يتدينوا، يدخلوا في مسار الدين، يقروا أكتر في الدين، يتعلموا قراءة قرآن. فالمشكلة هنا إن إحنا بيبقى فيه لخبطة كتير قوي، وما بيبقاش عندنا خطة إزاي نتعامل مع اللخبطة دي. الخطوات الأولانية اللي أنا قلتها زي إحساس اللي هو عدم الرضا عن الحياة بشكل عام ومفيش سبب محدد، ده بيبقى إنذار أولاني، وده كويس قوي 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 إن إحنا نتنبه له وبسرعة. الناس اللي بتتنبه للموضوع ده وتبتدي تاخد إجراءات في تغيير نمط الحياة، وده أنا دخلت فيها، يمكن دخلت فيها بدري شوية، ما كانتش أزمة منتصف العمر، كانت علشان أسباب صحية، فقلت لا 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 أنا مش هسيب نفسي إن أنا تبقى صحتي ملخبطة، أنا هبتدي أخد بالي من نفسي. وابتديت أغير الأسلوب اللي احنا بناكل بيه، بنغير أسلوبنا، تفكيرنا نفسه، انشغالنا بالأمور اللي بتعد أمور تافهة. كل الحاجات دي ابتديت أعمل عليها وأغيرها، وابتديت أغير نمط حياتي. لما ابتدى نمط حياتي يستقر ابتديت ادخل في المرحلة اللي بعد كده، اتعامل مع التشكيك في الامور، وان انا اتعامل مع الناس بشكل هجومي او صدامي، وان انا اشيل نظرة العنطزة والتعالي اللي احيانا بتملانا، ونبقى متحيزين لجنس معين او متحيزين لخلفية معينة او حتى لدين معين أو دولة معينة احنا جايين منها، فتبقى مليانة كده طبقات من العنصرية. فابتديت اتعامل مع الإحساس بالعنصرية، وابتديت ابقى أوبن ان انا ازاي اتقبل الآخرين حتى لو اختلفوا معايا في الدين، حتى لو اختلفوا معايا في المعتقدات، حتى لو اختلفوا معايا في التوجهات السياسية، حتى لو اختلفوا معايا في أي توجه آخر. فابتديت اتقبل العالم والناس، وابتديت اتقبل ان وجود الوحاشة جزء طبيعي من الحياة، لان لازم يبقى فيه حلو، لازم يبقى فيه وحش، ولازم يبقى فيه هذه الأضداد. لكن المعيار هنا انا فين؟ هل انا بساند الكويس ولا بساند الوحش؟ لما نطلع بقى من المرحلة دي نبتدي بقى نفكر في الجروح القديمة بقى، ويقول لك يتصالح مع نفسه، يتصالح مع نفسه انه يسامح الحاجات اللي عدت على، يعني على مدار حياتنا، اللي عدت علينا على مدار حياتنا من جروح، من تعب، من شقى، من كذا من كذا من كذا، والواحد يتصالح معاها شوية شوية. وبعدين نبتدي ندخل بشكل أعمق أكتر وأكتر، إن أنا أفهم نفسي أكتر وأكتر. وفي ناس بتقعد حياتها كلها على فكرة حتى من غير ما تصل لمرحلة إنها فهمت نفسها. فنبتدي نفهم نفسنا أكتر وأكتر، ونعرف عن نفسنا أكتر وأكتر، ونعرف إيه اللي بنحبه وإيه اللي ما بنحبوش، ونعرف تأثيرنا على الآخرين من حوالينا. ده مهم قوي، إحنا مش عايشين في فويد، مش عايشين في خواء، الناس حوالينا بنتفاعل معاهم ويتفاعلوا معانا. وفي الفترة دي بقى كمان أفكر قوي في صحتي والاعتلالات الصحية، لأن دايما دايما لما يبقى فيه تأثيرات في الصحة هتلاقوا إن هي بتأثر على حالتنا النفسية. طبعا الظريف بقى كمان اني اكتشفت ان في ناس بتعدي بهذه المرحلة بس مبكرا جدا، وده خلاني فكرت قلت صح فعلا. واحنا في سن المراهقة برضو بتجينا بعض الافكار، برضو انا مش راضي عن حياتي، انا بتساءل، انا بتشكك في كل حاجة حواليا، انا في حالة كده عامة من عدم الاحساس بالرضا. يمكن بننشغل في المذاكرة، واني ادخل وعايزة يعني هدخل جامعة ايه، وادخل الجامعة، وبداية بقى العلاقات، وبداية الغيرة بين البنات والكلام ده كله.
وبعدين نخلص بقى من المرحلة دي، نخش بقى في مرحلة الشغل والتدوير على الشغل، وألاقي شغل وممكن مبقاش مبسوط منه قوي، مبقاش مرتاح له قوي، أو مثلا ألاقي شغل وأبقى مستقر بس حاسس إن في حاجة أكبر. عشان كده ابتدوا يتكلموا على أزمة ربع العمر، اللي هما الشباب اللي عندهم 25 سنة، ويبتدوا يفكروا برضو تفكير شبيه بالأجيال اللي أكبر منهم بتفكر فيه. فمش عايزة يعني أقلل من قيمة المرحلة دي أو من اللي بيحصل في المرحلة دي، لأنها مرحلة صعبة طبعا صعبة، بس مش عايزة أقول عليها أزمة وكارثة، لأن الكلام ده بيخليها كده تبقى كبيرة قوي قوي قوي، فنحس إن إحنا مش عارفين نتعامل معاها. ولو إن يعني لو خدنا الخطوات اللي أنا قلت لكم عليها، ممكن نجتاز هذه التربلنت، يعني هذه التقلبات، التربلنس اللي بيحصل، التقلبات اللي بتحصل، ان احنا نعدي فيها واحدة واحدة. وهلخص لكم النقاط تاني، ان انا اتعامل مع حالة عدم الرضا العامة دي على انها سيجنال، على انها اشارة. اوكي، انا مش حاسه بالرضا، او انا حاسه كده ان في حاجه كده مأزماني بس مش فاهمه ايه هي. اول حاجه اني ما تقبلش الحاله دي، ما تعاملش معاها على انها امر واقع، دي مجرد اشاره ان في خطوات لازم اعملها. تاني خطوه ان انا ابتدي اعمل تعديلات في نمط حياتي، تعديلات في ازاي بعيش حياتي يوم بعد يوم، في عاداتي، في سلوكياتي، في الاكل اللي باكله، في طريقة نومي، في المكملات الغذائية والفيتامينز اللي انا باخدها، في الحركة، في تعاملاتي مع الاخرين. ان انا كمان ادخل النقطة الثالثة بقى، ان انا ابتدي اتقبل الاخرين. دايما بنيجي في المرحلة دي ويبقى كده يعني خلقنا في طرطوفة مناخيرنا زي ما بنقول، لا، ناخد نفس ونتقبل. لو لقينا حد جديد في حياتنا، مثلا زي مرات ابني او جوز بنتي او جارتي او كذا او كذا، ابتدي اتقبلهم واتعامل معاهم على انهم بشر يخطئون ويصيبون، واتقبل وجود الاختلافات بيني وبين الاخرين، واتقبل ان في الراي والراي الاخر، واتقبل ان في ناس بتعيش حياتها بشكل مختلف تماما عني. بعد كده ادخل في تفكير اعمق شويه بقى، اني اشوف بقى ايه الجروح القديمه اللي انا حاسس بيها وابتدي اعالجها، ايه المشاكل اللي انا عديت بيها، هل انا حاسه ان انا فيكتم، هل انا حاسه ان حياتي ضاعت بدون طائل. افكر في الحاجات الكويسه اللي انا عملتها، وافكر في الحاجات الكويسه اللي انا حققتها، والناس اللي انا ساعدتهم، والناس سواء في بيتي او في مجتمعي اللي حواليا. ونبتدي بقى نتحول بقى، نطلع بقى من الشرنقة، وافكر يا ترى انا ايه اهدافي للكام سنة اللي جاية، او للعقود اللي جاية لو ربنا اطال في عمري. عايز اكون ايه، مصدر ايه للاخرين؟ هل اكون مصدر سعادة ولا مصدر تعاسة؟ اما بقى قاعدة مثلا، سواء ولادي بقى اتجوزوا او اشتغلوا او كده، ايه تأثيري على ولادي؟ ايه تأثيري على اسرتي؟ حتى لو انا ما عنديش اولاد، ايه تأثيري على الناس اللي حواليا؟ إيه ليا بصمة كويسة في حياة الاخرين ولا لا؟ قبل ما بطلب منهم ان هم يهتموا بيا، ايه اللي انا بقدمه لهم؟ ايه الدعم النفسي اللي انا بقدمه لهم؟ ايه قيمتي في الحياة؟ ايه المهارات بتاعتي؟ في ناس حتى بعد لما بتطلع على المعاش انت عندك مهارات، ازاي ممكن تشاركي المهارات دي مع الاخرين؟ ازاي ممكن خبرتك اللي اكتسبتيها على مدار السنين دي تشاركيها مع الاخرين؟ الحاجة المهمة قوي 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 ان احنا ناخد بالنا من التغيرات الجسدية اللي بتحصل،
ونكون واعيين، نتعلم، نقرا عنها، نجيب كتب، انزلوا المكتبة وشوفوا ايه الكتب اللي موجودة، ايه الكتب المتاحة عن الفترة دي، اتعلموا، اتعلموا تاكلوا ايه، اتعلموا ازاي تتحكموا في وزنكم في الفترة دي، اتحكموا، اتعلموا مثلا mindfulness، اتعلموا المديتيشن، اتعلموا الحاجات الجديدة والاساليب الجديدة، هي ممكن تكون جديدة علينا، هي مش جديدة على العالم بس هي جديدة علينا، اللي ممكن تخلينا نجتاز هذه التقلبات بهدوء وبشكل كويس، ونوصل للبر التاني براحة وبدون أي خسائر. دي أفكاري على موضوع أزمة منتصف العمر بالنسبة للسيدات. طبعا هيكون لنا فيديو تاني إن شاء الله عن أزمة منتصف العمر بالنسبة للرجال، لأن بالنسبة للرجال الموضوع أحيانا بيختلف. فياريت لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، شير الفيديو مع السيدات اللي ممكن يكونوا محتاجين انهم يسمعوا الكلام ده، اشتركوا في القناة وساعدوني ان المحتوى الكويس ده يوصل لكل الناس عشان كلنا نستفيد، لان انا في النهاية بؤمن ان احنا بنتعلم من بعض وبنتعلم مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد.